يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نجيب بصوت عال حينما نقول سبحان ربي الأعلى، حينما يقول الإمام سبح اسم ربك الأعلى، هل نقول سبحان ربي الأعلى بصوت عال؟ هذا ما ورد، إنما الذي ورد أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودك، ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم.